مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الخاص الذي نتطرق فيه حول سد النهضة الإثيوبي الكبير. معي في الحلقة الإعلامي والمحلل السياسي محمد العروسي. أشكرك شكرا جزيلا لإتاحتك وقتك الثمين لنا لإجراء المقابلة باسم شبكة إذاعة الرومية. حياك الله أخوي محمد، ومرحبا بك في أي وقت، وسعيد بتواجدي في منبركم وإطلالتكم الوطنية أوفيا. ممكن نتطرق حول أهمية السدود في إثيوبيا؟ والله أهمية السدود لا تقل أهمية عن كل احتياجات البشرية التي يعني تكتظ بها القارة الإفريقية. الاحتياجات تتمثل في توليد الطاقة، إذ أن يعني الطيف الأكبر من هذه المجتمعات تعاني من نقص كبير في الطاقة، أو أنها تعتمد على وسائل بدائية لتوليد الطاقة والاستخدام والانتفاع بها كالاحتطاب وما إلى ذلك. أهمية السدود تتشكل في العديد من المجالات، يعني بأهميتها في المنطقة وأهميتها في نفس الدولة ونفس الإقليم الذي تقع فيه هذه السدود. هذه السدود تولد الطاقة، تنظم جريان المياه، تمنع الفيضانات المدمرة، لديها العديد من الفوائد التي لا يمكن حصرها في مثل يعني لقاءات موجزة وما إلى ذلك. فيما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي، باتت تتنوع من المطالب المصرية في كل عام من المفاوضات. إلى ماذا تشير هذه تنوع المطالب المصرية؟ للأسف الشديد ربما أن القائمين باعتقادي على ملف سد النهضة لدى الأشقاء في جمهورية مصر العربية يعني ربما لم يتصرفوا بشكل سليم، أو لم يدركوا أصلا مسألة سد النهضة وما إلى ذلك. مسألة سد النهضة، قبل أن نتطرق إلى تنوع المطالب المصرية نتطرق إلى نقطة هامة، ألا وهي أن إثيوبيا تقول بأن سد النهضة، بل أن التقارير التي تحدثت عن سد النهضة وسلطت الضوء عليه تتحدث عن توليد الطاقة، وأن إثيوبيا تحتاج إليها لأجل توليد الطاقة، بينما ينظر الأشقاء يعني القائمين على ملف سد النهضة في مصر على أن هذا السد هو لحبس المياه عن مصر، والتأثير على أمنها المائي والتأثير على أمنها القومي وإلى أبعد من ذلك. فإذا رأينا أن المصريين يعني يتنوعون في مطالبهم، نعلم علم اليقين بأنهم ليسوا على إدراك كامل بما بني السد وشيد لأجله. لديهم رؤية مختلفة تتذبذب حسب المواقف التي ربما يعني يحتاج إليها الداخل المصري، سواء كان التأثير الشعبي على الشعب المصري، سواء التأثير على وسائل الإعلام العربية والعالمية. أيا كانت هذه التأثيرات، فالقاهرة تتعمد أن تسلك أيا منها حتى يعني تقنع الآخرين بفكرة معينة هي تؤمن بها وتعتقد بها، بينما هي لا وجود لها على أرض الواقع. ما يجري اليوم في المفاوضات نجد بأنه يتحدثون، يعني أساس المفاوضات إنما كانت لمناقشة أمور فنية، بينما تأتي القاهرة وتنوع المطالب أيضا في هذه المفاوضات، فتارة تقول بأن لديها حصة تاريخية، رغم أن المفاوضات مثل ما ذكرنا إنما كانت لأجل أن مناقشة المسائل الفنية. تأتي القاهرة وتطالب بحصص معينة، فتنتقل من الجانب الفني إلى الجانب السياسي وإلى الجانب التاريخي، فتضيع الوقت بهذه المفاوضات وتغير المواقف التي تتبناها خلال هذه المفاوضات. الأمثلة كثيرة جدا على محاولة القاهرة أن تنوع هذه المطالب وتؤثر بها، حتى التناقضات يكشفها يعني إعلامهم، ويكشفها قبل أن تكشفها وسائل الإعلام الإثيوبية وغيرها من وسائل الإعلام. لأجل ذلك تنوع المطالب هو يعني ربما الهدف منه تعطيل هذه المفاوضات بهذه الطرق الشتى، بهذه الطرق الكثيرة التي تجعل المراقبين وتجعل كافة الأطراف الذين يتابعون ملف سد النهضة في حيرة شديدة من أمرهم، وفي استغراب واستهجان للذبذبة التي يتبناها الجانب المصري خلال تعامله مع ملف سد النهضة. هل تعتقد بأن مصر نجحت في تدويل قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير؟ هي نجحت إلى حد ما
في أن تدول هذا الملف، ولكنه باعتقادي جاء سلبيا ومغايرا للنظرة التي تتبناها أو ترجو منها من خلال هذا التدويل الغير مبرر. القاهرة عندما تلجأ نجد بأنها لجأت إلى أطراف يعني تعد من ضمن القوى العظمى في البلاد في العالم، عفوا الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الدولي وتأثيراته، كل الكيانات والمنظمات التي استطاعت القاهرة الوصول إليها أرسلت إليها رسائل سلبية عن الموقف الإثيوبي وحاولت تدويل هذا الملف. لكن ما هي النتائج؟ المجتمع الدولي على وعي كبير بحقيقة سد النهضة، وهو على اطلاع كبير. لا نخفي أن هناك ضغوطات يعني للحكومة المصرية على مجتمعات منظمات المجتمع المدني، المنظمات العالمية، الدول العظمى. لا ننكر أن لها محاولات تأثير وضغط شديد عبر ما تملكه من وسائل على هذه المنظمات، ولكن نجد رغم ذلك أنها يعني لا تخرج بفائدة من خلال هذا التدويل. استناداتها ضعيفة جدا، تستند على اتفاقيات استعمارية لا تقبلها الجهات المختصة والمحاكم الدولية، ولا تنظر إليها يعني قضيتها خاسرة في هذا المجال. يعني إذا رأينا أن القاهرة لم تقدم على يعني رفع دعوى قضائية ضد إثيوبيا على بعض المحاكم الدولية، لماذا؟ لأنها تعلم جيدا وباعتراف أحد الشخصيات المصرية وهو الأستاذ زكي بطرس على ما أعتقد إذا ما خانتني الذاكرة، ذكر لهم بأن القاهرة لم تستفيد إذا قدمت أو رفعت دعوى قضائية ضد إثيوبيا بمسألة سد النهضة، بمسألة الاتفاقيات التي تقدمها كأدلة. فلأجل ذلك هذه المحاولات كلها لا نستطيع القول بأنها فشلت تماما في أن تدول القضية وتأتي بالنتائج التي ترجوها من خلال هذا التدويل، ولكن نقول أن ضغطهم لا زال متواصلا، وعلى يعني إمكانياتهم الهائلة في هذا الأمر ممارسة الضغوطات بشكل كبير جدا لا زال مستمرا، وتحاول أن تؤثر يعني حتى على الاتحاد الإفريقي. فعندما قامت يعني مثلا القاهرة في الدورة قبل الماضية برئاسة الاتحاد الإفريقي، استغلت هذه القضية وحاولت أن تقحم ملف سد النهضة في الاتحاد الإفريقي، بينما لم تفعل إثيوبيا في المقابل هذا الأمر، ولم تبادلهم بهذه اللي هو في مخاصمة إثيوبيا ومحاولة عرقلة مشاريعها على سد النهضة على نهر النيل الأزرق. إذن فإن القاهرة لم تستفد تماما من هذا التدويل، وكذلك يعني لم تخسر تماما، وهنا تتطلب اليقظة الإثيوبية والإفريقية لهذه المحاولات والتصدي لها بحقيقة المواقف التي اليوم نشاهدها ونعيشها على أرض الواقع، على إثيوبيا وعلى المجتمعات الإفريقية أن يكثفوا من تواجدهم في الساحات الدولية للرد على هذه الممارسات الخاطئة التي ينتهجها الأشقاء في القاهرة. بعد صدد، كيف تفسر الآن لجوء مصر إلى المفاوضات، وهل ستستمر هذه المفاوضات؟ من أحوال تقلل بالنجاح هذه المفاوضات؟ بالتأكيد يعني القاهرة تدرك بأنه لا سبيل إلى حل هذه الأزمة إلا عبر المفاوضات والجلوس إلى هذه الطاولة التي تجمع الأشقاء، وكانت هذه مبادرة كريمة من أشقائنا وأهلنا في جمهورية السودان عندما أرادوا أن يحتووا الموقف. هنا أود أن أشير إلى نقطة هامة أخوي محمد إذا سمحت لي. القاهرة اليوم تحاول التحدث باسم السودان وتقول بأنه إلى صف إثيوبيا، بينما لم تفعل إثيوبيا ذلك، لأنها تدرك بأن السودان دولة مستقلة يبحث، ومهمته أن يبحث عن مصالحه ومصالح شعبه وليس عن مصالح الآخرين. ولكن لا يمكن أن نغفل الجانب الذي نغلب فيه الحكمة والذي بادر به الأشقاء في السودان في هذه الأزمة، وأرادوا أن ينتهجوا نهجا متوازنا من خلال محاولة جمع الكلمة من جديد والجلوس إلى طاولة المفاوضات. كانت هذه مبادرات السودان ورحبت بها إثيوبيا، وكذلك رحبت بها القاهرة إلى حد ما. ففي اليوم الذي بدأت فيه هذه المفاوضات وأثناء هذه المفاوضات، إذا بمجلس الأمن القومي في جمهورية مصر العربية يجتمعون
ليناقشوا ملف سد النهضة وبعض القضايا الليبية، ويتحدثون بأن القوات المسلحة المصرية في أتم الاستعداد والجاهزية القتالية، مما يصعد الموقف أكثر من يعني إذا رأينا بأن هذا التصرف هو عبارة عن التحريض الغير مباشر على الحرب، بل هو أقرب إلى المباشر منها. إذا نظرنا إلى أن القاهرة يعني تحاول أن تطلق هذه التصريحات، ولا يمكن أن يفسر ذلك إلا بمحاولتها بإفشال المفاوضات. هي أتت إلى هذه المفاوضات لأنها تعلم بأنه لا سبيل إطلاقا إلى حل هذه الأزمة إلا من خلال المفاوضات. لجوءها إلى المفاوضات أو استجابتها، إذا صحت العبارة، استجابتها لهذه المفاوضات ينبغي أن يتمم بحسن النوايا الذي يجب أن يتمتع به، أن تتمتع به الأطراف الثلاثة، السودان ومصر وإثيوبيا. ينبغي أن نكسر هذه الحواجز المنيعة، الحواجز المنيعة التي أقامتها إثيوبيا وأحاطت نفسها بهذه الحواجز لعرقلة المفاوضات. فعلى القاهرة اليوم أن تستمر في المفاوضات بحسن النوايا دون أن تأتي كما كانت في السابق، إذا وأنتم رأيتم يعني في تواجدها في مفاوضات واشنطن، وكيف أنها حاولت أن تضغط بكل السبل على انتزاع التوقيع الإثيوبي، حتى أنها وقعت بالأحرف الأولى على اتفاقية لم توقع عليها إثيوبيا، رغم أن الطرف الأصيل في هذه المفاوضات هي إثيوبيا. فإذا رأينا أن القاهرة وقعت هذه الاتفاقيات فإننا نتذكر، أو هذه الاتفاقية في واشنطن، فإننا نتذكر كيف أنها تحاول إلزام إثيوبيا باتفاقيات لم تكن طرفا منها، أو اتفاقيات وقعت مع غير ذي شأن، حتى تحاول أن تذكر أو توهم المجتمع المصري بأنه يعني بانتصارات معينة حققتها، وتحاول أنهم على أن تبرز لهم أن موقفهم على حق من خلال هذه الاتفاقيات وغيرها. لجوء القاهرة إلى المفاوضات مرحب به باعتقادي، والجميع يرغب في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحقق مصالح جميع الأطراف. ولكن ما تقوم به القاهرة أثناء هذه المفاوضات ودخولها إلى المفاوضات وتصعيدها الإعلامي المتعمد، هذا كله يجعلنا في حيرة من أمرنا، ونتساءل كمراقبين ما الذي تريد أن تصل إليه القاهرة من خلال عرقلة هذه المسارات التي اليوم هي تعتبر وليدة اللحظة، وليدة اللحظة، حتى وإن كانت استكمالا واستمرارا لما حدث في المفاوضات، وآخرها مفاوضات واشنطن، أو التي عرفت باسم مفاوضات واشنطن. وهنا تجدر الإشارة إلى أن القاهرة يعني حتى وإن أتت إلى هذه المفاوضات، فإن العديد من المراقبين يتوقعون بأن تفشل القاهرة أو تتعمد في إفشال هذه المفاوضات لتصعيد الموقف. وربما يبدو لي ذلك أن القاهرة تعمد إلى ذلك لأجل تحقيق مكاسب سياسية داخلية في القاهرة. فيما يتعلق بملف سد النهضة، هل تعترض مصر حول ملء السد وتشغيل السد فقط، وهل لا تعترض قيام السد بأكمله؟ طبعا هنا أخي محمد، يتوقع البعض أن القاهرة لا تمانع أصلا من قيام السد، حتى وإن اليوم يعني من يتصدر المشهد يردد هذا الأمر بأن القاهرة معترفة بالسد. نعم هي معترفة، ولكن بعد أن كانت تعارض سد النهضة بشراسة، وأي سدود تقيمها إثيوبيا بشراسة، كانت تعارض هذه السدود، وكانت تتعمد يعني إلى اتخاذ مسارات عدوانية، وتنتهج نهجا يعني في الحقيقة هو مستقرب من دولة شقيقة وجارة، نجد بأنها تحاول أن تؤثر على المجتمعات الدولية بخطر بإقناع بمحاولة إقناعهم بخطر هذه السدود على الشعب المصري. فكانت القاهرة في بداية المرحلة ومنذ فترة طويلة تعارض أصلا قيام أي من السدود، ومن يعني المصادر التاريخية متوفرة، وكذلك المواد التي تؤكد هذا الأمر، وهذا الأمر ليس خفيا، فمن يعني صدرت منهم هذه العبارة بأن القاهرة إذا قامت إثيوبيا ببناء سد النهضة أو أي من السدود على نهر النيل ستقصف بطائرة وتعود في نفس اليوم، وهذا حديث رئيس المخابرات المصرية الأسبق عمر سليمان، وكما هو موضح يعني في وثائق ويكليكس
التي تطرقت إلى هذا الأمر. كذلك القاهرة كانت تعادي يعني أي من هذه المشاريع من خلال محاولة تأثيرها على الشركات المعنية التي تحاول إثيوبيا الاستعانة بها من أجل بناء السدود، فكانت تحاول التأثير عليها وأوقفت العديد من التمويلات الدولية التي كانت لتمنح لإثيوبيا لبناء سد النهضة. وبفضل الله عز وجل أغنى الله إثيوبيا وأهلها عن هذه يعني المنح، نعم أغناها الله عنها واستطاعت أن تشيد هذا السد بأموال الشعب الإثيوبي الذي يتطلع إلى توفير حياة كريمة وآمنة ومستقرة كحق من حقوقه التي ينبغي أن يتمتع بها كأي مواطن على وجه المعمورة، كأي مواطن في بلده على وجه المعمورة. لأجل ذلك القاهرة اليوم عندما نراها بأنها تقول والله نحن لا نعارض السد ولا نعارض تنمية إثيوبيا، فهذا لأن إثيوبيا يعني خلاص قالت لهم هذا هو مشروعنا ولا رجعة عنه، وصدقت إثيوبيا مع شعبها في كل محفل وفي كل مرة حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التي أفرحت جميع الإثيوبيين بهذه الهمة العالية التي يعني أنجزوها. ففي ظل ظروف جائحة كورونا التي تجتاح العالم، إذا ببلادنا بفضل الله عز وجل تواصل استمرار نهضتها وازدهارها من خلال توفير هذا المشروع الكبير الذي أقيم على نهر النيل الأزرق ضمن السيادة الإثيوبية. وبفضل الله استطاع الإثيوبيون اليوم أن يروا النور بعد أن كانت يعني حاولوا للأسف الشديد يعني تشويه موقف سد تشويه سد النهضة من خلال زعمهم بأن السد لا يحقق أي من المنافع وأن الكهرباء التي يولدها السد يعني هي قليلة جدا وغيرها من الاتهامات، يعني مساحات واسعة جدا كانت شاغرة للأسف الشديد حتى في جودة السد كمان، نعم حتى في جودة السد ومنافعه التي يقدمها هذا السد وهذا المشروع العملاق. وبفضل الله يعني الشهادات لسد النهضة أتت من الخارج قبل أن تأتي من الداخل، أتت من أشقائنا في السودان والذي ذكر وزيرهم الموقر البروفيسور ياسر عباس الذي ذكر وتفضل في لقاء سابق على قناة السودان الشقيقة بأن سد النهضة هو من أعلى يعني بني على أعلى المعايير الدولية وأنه أكثر جودة وأمانا وفائدة من السدود الأخرى في المنطقة بما فيهم سدود السودان. وهنا نوه معالي وزير الري السوداني البروفيسور ياسر عباس إلى أن سد النهضة يحقق الفوائد لمصر وللسودان ولأثيوبيا بشكل عام، كما أن يعني هذا السد يعد يعني من أن يعني سد النهضة يعد من المشاريع العملاقة التي تحتاج إليها إثيوبيا، تحتاج إليها إثيوبيا في اقتصادها في تنمية الشعب في كل ما يتعلق بالتطور الذي ينبغي أن تشهده القارة الإفريقية. فكان سد النهضة على رغم المعارضات المصرية لهذا السد و محاولة إيقافه وعرقلته في كافة المراحل التي يصل إليها السد، يعني من مراحل البناء من مراحل الإنشاء من مراحل التمويل من مراحل السياسة، كل هذه المراحل حاولت القاهرة التأثير عليها إلى اليوم إلى أن كانت اليوم بين طاولة المفاوضات من المتفاوضين للوصول إلى حل. فلأجل ذلك نستطيع القول بأن القاهرة كانت تعارض سد النهضة من ذي قبل، وعندما رأت وتأكدت بأن معارضتها لم تنفع ولن تنفع على الإطلاق استسلمت للأمر الواقع. وكنا أردنا أن تكون القاهرة يعني باعتقادي كمحلل ومراقب للأوضاع أردنا أن تكون القاهرة يعني أكثر بعدا للنظر، أن تتمتع القاهرة بأكبر قدر من بعد النظر. إذا تأملت في مثلا مسألة إغفالها للجانب التنموي الذي يحققه سد النهضة، إغفالها للجوانب الإيجابية التي يحققها سد النهضة، فلأجل ذلك أردنا القاهرة أن تراجع موقفها وترى بأن الفوائد التي يحققها سد النهضة لها وللقارة الإفريقية جمعاء أكبر من السلبيات المزعومة التي تحاول أن ترسخها في أذهان المتلقي والمشاهد العربي.
أو غيره أيضا.